يا مالك أمري، إني على أعتابك أقف مرتجيا، فهل لا صفحت ليصبح الوقت جميلا لو أنت عقارب الثواني باسمك، وكتبت تاريخ تعارفنا على برواز ساعة الحائط وحولها، ومذ ذاك لم أشعر بالزمن يمضي بلا طعم ولون، بل يجلب موجات حبك إلي في كل تكة. وفي الحقيقة لم أعد أميز الوقت، مأخوذة بحبك في كل الوقت، كخارج من قيود الزمن، منتشية في حقبة احتلالك لي، وأرجو أن تطول تلك الحقبة، فهناك ثقب ذهبي في روحي كلما اقتربت أختفي فيه لينثرني على هيئة حروف، فأكتب الأولد من جديد. هذا كل ما في الروح، وما في الأمر وما في الحرف، مد وجزر، موت وولادة، وبعث على الورق.